هنبدأ نتكلم بقى النهارده على السوفت وير الثاني اللي هو فريم بيرد، اللي هو السايت كنترول. خلينا دايما نعرف الحاجه من اسمها يا جماعه. اما اكون بتكلم عن سايت كنترول يعني بتكلم عن سايت واحد، ايا كان حجم السايت فهو اسمه سايت، اسمه سايت. يعني ما ينفعش يكون مالتي سايتس، ما ينفعش اتحكم في موقع في جده وموقع في الرياض من نفس السوفت وير اللي اسمه سايت كنترول. ليه؟ لان اسمه سايت. كل موقع لازم يكون فيه السيستم بتاعه، السايت كنترول بتاعه، هو ده المانجمنت. دايما فريم بيرد عشان احنا عندنا اكتر من نظام، كل انسان في الدنيا بيمشي بعقل، بيمشي بالبرين، بالعقل بتاعه. فلازم عشان تبقى عارف النظام دوت ايه مميزاته وازاي بتشتغل عليه وازاي بتتحكم فيه، لازم تبقى تفكر العقل بتاع النظام. لو العقل بتاع النظام في الماكسيكم موجود فين؟ موجود في الكلاستر كنترول يونت، في السي سي يو، هي اللي بنسميها الميدل مانجر، هي اللي بتتحكم في الكنترولرز اللي تحتها. فده العقل بتاع المشروع، العقل بتاع الموقع بتاعك. في السايت كنترول الوضع مختلف، العقل في السوفت وير نفسه. مفيش حاجة اسمها ميدل مانجر، مفيش حاجة بتتحكم في الكنترولرز اللي بعدها. في حاجة تانية هنتكلم عليها، بس سو فار مفيش حاجة بتتحكم في اللي بعدها. زي ما قلنا في حاجة بتحول إشارات بس، بنسميها انترفيس يونت. قبل ما أخش هرجع لنفس السلايد مرة تانية وهسأل نفس الأسئلة، يا ترى أنت عايز سنجل أور مالتي سايتس؟ أكيد الإجابة عشان اختياري يروح للسايت كنترول إن يكون سنجل سايت، ما يكونش مالتي سايت. السؤال الثاني نمبر أوف زونز، لأن السايت كنترول فيه ليميتيشن بس هو كبير شوية، يعني حوالي مش عارف تقريبا 6000 أو 8000 محبس، فأيم نوت مستيكينج، أحسبها لكم كمان شوية. عايز تراديشنال ولا عايز ديكودر؟ او عايز الميكس ما بينهم؟ الاثنين بينفعوا مع السايت كنترول. هيدروليك ديزاين، وهنا حابب اقول لكم ان احسن سيستم انا صراحه شفته بحياتي بيشتغل فالاوبشن بتاع الفلو مانجمنت هو السايت كنترول. هتسالوني ليه؟ لان يا جماعه انا قلت لكم في الاول العقل موجود في السوفت وير، وما دام العقل موجود في السوفت وير فحضرتك لو عندك 100 كنترولر في الموقع هو بيعرف يعمل عليهم مانجمنت كلهم بلا استثناء. مش مثلا سوفت وير بيتحكم بيعمل مانجمنت من خلال الكنترولر فبيتحكم في شويه المحابس اللي تحته بس اللي قبله واللي بعده واللي جنبه واللي وراه ما بيشوفهمش. الماكسيكم على سبيل المثال يقدر يعمل الاوبشن ده على مستوى السي سي يو، بس لو عندك 2 سي سي يوز في الموقع بقى عندك زي 2 سايتس. السايت كنترول مختلف. السايت كنترول كل ما هو تحت سيستم السايت كنترول السيستم يقدر يعمل له مانجمنت، لان العقل موجود في السيستم. سواء بقى حضرتك عامل لوب سيستم، عامل 20 لوب، عامل عندك 500 بامب بتغذي المشروع بتاعك، وي جاست دونت كير، هو هي كان مانج ات. بالمناسبه السايت كنترول هو اصله جولف سوفت وير يا جماعه، يعني اي واحد يفهم السايت كنترول كويس ويقدر يشتغل على اي سوفت وير لملعب جولف تبع ريمبرت. راكب عشان بس اكون واضح، لان احنا غيرنا شويه حاجات في غيرنا شويه كومبوننت ونزلنا سيستم جديد مع الجولف. حاليا السايت كنترول لو انت فهمته كويس واشتغلت عليه كويس تقدر تشتغل على اي سوفت وير اشتغل في ملاعب الجولف لشركه ريمبرت. وانت قدرت تجاوب على الاسئله دي زي ما انا ما جاوبتها دلوقتي هيكون الرد بتاعي انت ايه السوفت وير اللي انا بفضله لك، هيبقى السايت كنترول. طيب ايه شكل السايت كنترول؟
سايت كنترول يا جماعه بيمانج اب سنجل سايت. كلير انسر. يعني حدش يقول لي انا عندي موقع في جده وموقع في الرياض وعايز اربطهم على سايت كنترول، نو واي، لا يجوز. عندي موقع في الغردقه وموقع في شرم، الجماعه اللي من مصر، فيعني ما ينفعش يا جماعه. الماكس كام ينفع؟ الاي كيو ينفع، السايت كنترول ما ينفعش. في حاجه في النص اسمها انترفيس يونت هنتكلم عليها بعد دقيقه واحده. خصائص الفلو مانجمنت هي احسن سيستم، واكاد اجزم ان هو احسن سيستم راي بالعالم بيعمل فلو مانجمنت. فلو مش زي الماكسيكم هنتكلم عليه، في طبعا السايكل اند سوك، وفي سنسور رياكشن، وهنعرف ازاي نعملهم وازاي وشكلهم هيكون عامل ازاي. سايت كنترول يقدر يربط 21,000 ستيشن، يعني 21,504 محبس يقدر يتربطه على السايت كنترول. السايت كنترول يقدر يربط لغاية 4,000 ديكودر لو هتستخدم بس ديكودر. لو هتستخدم تراديشنال يقدر يضربك 21,504 ستيشن. ما اعتقدش ان في موقع هيوصل للرقم ده بسهولة يعني. فأيا كان السايز بتاع الموقع تقدر تربطه على سايت كنترول. اكيد السايت كنترول مختلف حتى في تعامله مع محطة الارصاد. اتمنى ان انا ما اكونش نسيت السلايد بتاعتها وهشرحها لكم ان شاء الله. يعني شكل ازاي الاركتكتشرز بتاع السايت كنترول. زي ما انتم شايفين بيكون في جهاز كمبيوتر بيتصل بحاجه اسمها انترفيس يونت. هنا حصل الفرق. هناك في المكسيكان كان عندي حاجه اسمها سي سي يو، كلاستر كنترول يونت، وكنت بسميها انا ميدل مانجر. هنا اسمها انترفيس يونت، ومعنى ان هي انترفيس يعني هي ما بتحفظش معلومات. يعني هي بمعنى اصح لما انا اكون بتكلم انجليزي واللي قدامي بيتكلم عربي وعايزين حد يترجم لنا، فهي بتعمل الدور ده فقط لا غير. هي بتترجم ما بين اللغه اللي بيتكلمها الكنترولر واللغه اللي بيتكلمها السوفت وير. الديكودر انترفيس يونت ات از ذا سيم، هي عباره عن انترفيس يونت بتترجم العلاقه او بتترجم الحوار ما بين الديكودر اللي راكب في الموقع وما بين السوفت وير. وده وجه الاختلاف اللي ما بين الماكسيكم والسايت كنترول بالنسبه للميدل مانجمنت او الانترفيس يونت. السايت كنترول في انترفيس يونت ما فيهوش ميدل مانجر. ده الشكل العام يا جماعه بتاع السايت كنترول. يعني ده من اوائل الانظمه اللي ركبت في العالم كسايت كنترول، وده اللوكيشن بتاعه. بصراحه انا مش هكدب عليكم انا نسيت اصلا هو فين اللوكيشن بتاعه بالظبط، بس هو في يونايتد ستيت. يعني بالمناسبه تغيرها وتحط صوره الموقع او صوره اي حاجه سيستم بيشتغل. من الطبيعي ان انا على يعني المعلومات كم كل حاجه كل حاجه. بعد المعلومات يحولها على الانترفيس يونت. الانترفيس يونت بتحولها على ساتلايت وبتبعت الداتا للسوفت وير.
ما بين الانترفيس يونت والكنترولر او ما بين الانترفيس يونت والسيستم نفسه، سواء بقى استخدمت كمان راديو، سواء استخدمت من الاوبشنز اللي انا قلتها اللي فاتت، اي حاجه من الحاجات دي تقدر تربطها بكل سهوله مع السيستم بتاعك. في حاله التو واير سيستم الديكودر، اكيد الديكودر ما بيتكلمش الا كيبل، فبيكون عندك انترفيس يونت اسمها LDI ديكودر انترفيس، لارج ديكودر انترفيس، بتربط معاك لغايه 500 ديكودر على 1 واير جروب. ايه الميزه اللي الناس كلها بتحبها في السايت كنترول، واللي انا بصراحه بحبها جدا في السايت كنترول، الا وهي الانتراكتيف ماب. شوفوا انا بشوف انظمه كتير فيها مابس، مش هنكر يعني، بس شوف الفرق بين السايت كنترول وبين الاذرز، ان السايت كنترول ما عندوش ليميت نمبر اوف كنترولرز تو بي كونكتد ات ذا سيم تايمز، يعني في انظمه مثلا بتوصل 4 أو 5 بس تقدر تشوفهم في نفس الوقت، اكتر من كده ما تقدرش. في انظمه عشان تشوفوا عليه وتقدر تشوفوا من على الباب. لا، السايت كنترول مختلف نهائيا يا جماعه. السايت كنترول اسمه اونلاين سيستم، السايت كنترول 24 ساعه 7. السايت كنترول حضرتك لو عندك 21504 محبس هتشوفهم على الماب اللي انت شايفه قدامك دي، في اي وقت هتدوس على اي سولونويد فيهم تقدر تشغله. مفيش بقى اتصال بكنترولر، ولا ان انت مثلا تستنى ما هو السوفت وير يتصل او تفصل كنترولر تاني، عشان مفيش اي حاجه من الحاجات دي خالص. انت بمجرد ما بتدوس على المحبس اشتغل وبياخد فيدباك، بيديك فيدباك لو المحبس اشتغل، وبيديك فيدباك لو المحبس حصل فيه مشكله وما اشتغلش. دي الانتراكتيف ماب، الاكشوال انتراكتيف ماب، لانها فعلا انتراكتيف، شغاله معاك 24 ساعه. ناخد الاوتوكاد بتاع المشروع، انتوا لي فهمها، نحطها جواه بس، خلاص تمام. قدرنا بكل سهوله ان احنا نشوف كل المحابس اللي انت مركبها، بنرقمها وبنعملها شويه سامبلز وحاجات تقدر تدوس عليها تشغلها وتفصلها وتعمل كل شيء انت محتاجه من خلال الماب. شاشه واحده بتشوف موقعك كله ايا كان حجمه وايا كان عدد المحابس اللي فيه. شايفين ده مثلا، انا بس ده زوم ان على تقدر تعمل. بالمناسبه يعني هو طبعا عشان الشباب اللي شغاله كاد ما هوش الاوبشنز اللي انتم شايفينها فوق دي، ما هيش اوتوكاد، هي بس قريبه منه. يعني تقدر تعمل زوم، ياس ممكن تعمل زوم وتقرب من المحبس تدوس عليه وتشغله. لو عندك عدد محابس كبير ممكن تصغر المحابس، ممكن تكبرها، ممكن تاخد الماب لو الماب كبيره قوي ممكن تروح على جزء صغير منها وتعمل له زوم، تقدر تغير في اللايرز بتاعتك. كل ده ممكن، بس طبعا مش زي الاوتوكاد. احنا الرسمه دي هي رسمه الاوتوكاد اللي احنا خدناها منه وحولناها عشان تبقى السايت. من اهم الفيتشرز او من اهم الخصائص للسايت كنترول، الا وهي الليك ديتكشنز والشوت داون. هو بيشتغل صراحه بطريقه مختلفه شويه. لما يحصل اوفر فلو بيوقف الماستر فالف. وتاني حاجه الاريجيشن بالايفابو ترانسبيريشن والفلو مانجمنت. انا قلت لكم الفلو مانجر يعني حدث ولا حرج. تخيل ان انت عندك 21000 محبس بتعمل عليهم فلو مانجمنت في ثانيه بدون اي شيء. السوفت وير يقدر يشوف ال 21000 في نفس الوقت ويقدر يتحكم في كميه الميه اللي راحه لكل محبس فيهم. عرفنا ليه السايت كنترول هو سيستم قريب من انظمه الجولف؟ لان نظام الجولف هو بيعمل كده. الجولف سيستم بيكون الرشاش بيسموه حاجه فالف اند هيد، بيكون هو يعني المشروع مثلا بيكون فيه مثلا 4000 رشاش، بيكون فيه 4000 فالف. الهيدروليك كالكوليشن بتاعك على 4000 فالف او 3000 او 2000 او ايا كان العدد.
بس ان جنرال بيكون عندك دايما الفالف هو اسمه فالف اند هيد. هنا بيكون عندك محابس وبعدها رشاشات، فيقدر يتحكم في كل المحابس في نفس الوقت. الفلو ووتش من الخصائص المهمه فيه زي ما قلنا اللي هي بتقدر تتحكم في الكسور، بس ده بيقفل بس الماستر فالف، مش بيوصل لان انا اساين الستيشن اللي عليها الكسر الا لو قسمت الموقع بتاعي الزونز وركبت لكل زون فلو سنسور لوحده. اريجيشن باي اي تي الايفابو ترانسبيريشن السايد كنترول فيه ميزه حلوه قوي مع الوزر ستيشن، مش بس بيجيب الداتا بتاعت الوزر ستيشن ويجيب منها الايفابو ترانسبيريشن او معامل البخر النتح ويقدر يستخدمه، لا السايد كنترول فيه ميزه اهم من دي شويه. السايد كنترول ممكن يستخدم حساس الرياح اللي جوه الوزر ستيشن، بحيث ان لو ما تركبش انت ما تركبش في المشروع بتاعك حساس رياح زياده، بحيث ان لو حضرتك حصل عندك اوفر ويند، الويند الرياح اشتدت شويه، بكل سهوله وبكل بساطه حضرتك بتعمل ايه؟ السوفت وير اوتوماتيك بيعرف ان في هاي ويند، بيبدا يوقف الرشاشات ويشغل مثلا الدريب لاين. لو عندك نفس المنطلق ده، نفس الكلام دوت، لو عندك مثلا هاي رين في وقت من الاوقات، انا شفت في رين، طب خليني اوقف الري واحسب كميه الميه واطرحها من كميه الميه المطلوبه. لو عندي اشعه الشمس زادت قوي وده هيسبب ان الميه تتبخر على طول، اوقف الري دلوقتي، ما عنديش مشكله. اي سنسور جوه محطه الارصاد السايت كنترول يقدر يستخدمه كسنسور منفصل، يعني مش محتاج تحط سنسور، هو هياخد الداتا من محطه الارصاد ويشتغل عليها بكل سهوله. يعني دي من اهم مميزات السايت كنترول مع محطه الارصاد. وكمان الفلو مانجمنت مانجر زي ما قلنا ان هو من افضل الانظمه اللي بيعمل فلو مانجر، لانه بيتحكم على السوفت وير كله. ريل تايم جرافيك يا جماعه، احنا قلنا ان هو اونلاين سيستم، اي محبس بيفتح او بيقفل او بيحصل له اي حاجه حضرتك بتشوفه اونلاين. ووتر بادجت، تقدر تحدد بادجت لكل كنترولر او لكل محبس، او تقدر تحدد بادجت للسيستم بتاعك كله. فرضنا مثلا على سبيل المثال ان احنا النهارده جينا لقيتك بتقول لي اوه عندي مشكله يا جماعه، انا الميه عندي قلت 50%. طيب اي نظام هيكون الانظمه هتكون على النحو التالي. لو نظام الماكسيكم هتخش على كل سي سي يو وتقلل الووتر بادجت بتاعتها وتخليها 50%، يعني بتتحكم في كل مثلا 28 كنترولر مع بعض. انا بتكلم على مواقع كبيره، اوكي؟ لو بتتكلم على مثلا سيستم زي الاي كيو او ما شابهه من الانظمه الثانيه، لازم تخش على كل كنترولر تبدا تعدل في كل كنترولر الووتر بادجت بتاعتك. انما مع السايت كنترول هي وان كليك بيتعدل على كل المحابس مباشره. سايكل اند سوك اتكلمنا عليها المره اللي فاتت، وهي عباره عن ان انت بتقدر تقسم وقت التشغيل للسايكل اند سوك وتقف شويه اللي هو السوق، عشان تقدر تتغلب على وتقدر تتغلب على وعندك تربه طينيه او تربه رمليه او حتى عندك اي منحنيات او مرتفعات في الموقع، بدل ما يحصل رانوف للميه انت بكل بساطه بتقدر تتحكم فيها من خلال السايكل اند سوك، فتشغل وتوقف وتشغل وتوقف وتشغل وتوقف، عشان يبقى عندك دايما النبات يبقى عنده القدره ان هو يستخدم الميه. لان طبعا احنا عارفين ان النبات تقريبا بياخد 85% من احتياجاته وقت الري، فدي اهم وقت النبات بيحتاج النبات بتاع الميه بتاعته فيها. بيقدر يسجل اي حاجه انت بتعملها، وبيقدر بعد كده يعرضها لك عن طريق تقرير. نون اريجيشن كنترول السوفت وير ده هو السايد كنترول، يقدر يركب يا دايما الناس ساعات بتسال انا عايز سنسور يجيب لي كميه الميه اللي في التانك، مش عوامه مثلا. السايد كنترول يس تقدر تركب فيه حاجه اسمها التراسونيك سنسور. التراسونيك سنسور بيقدر يركب مع السايت كنترول عشان يقدر يحدد لي كميه الميه اللي موجوده في الخزان، مش بس بيحدد لي في ميه ولا ما فيش. الفرق بين العوامه وبين الالتراسونيك سنسور يا جماعه ان العوامه بتقول لي في ميه او ما فيش، انما الالتراسونيك سنسور بيقول لي الميه اللي فاضله في التانك قد ايه، او مثلا يعرفني درجه ملوحه الميه.
بسهوله جدا تقدر تربط اي سنسور من السنسورز ديت على السايت كنترول، لان هو بيقبل اي من احنا السنسورز عموما، يا بتكون ديجيتال يا بتكون انالوج. سنسور الانالوج يا بتكون بالس زي الفلو او من 4 ل 20 ملي امبير، السيجنال بتاعتها بتكون بالملي امبير، او من 0 ل 10 فولت. السايت كنترول بيقدر يقرا اي حاجه في السنسورز بلا استثناء، اي سنسور فيهم متربط عليه بيقدر يشوفه ويتحكم فيه. احنا خلصنا السايت كنترول يا جماعه. بتمنى ان هي تكون محاضره مفيده. انا مستمع للاسئله، لو حد عنده اي سؤال انا هقول انا هعمل اميوت للجميع، ولو حد عنده اي سؤال انا تحت امر. واضح ان مفيش اسئله النهارده، فده شيء ممتاز. يعطيكم العافيه يا شباب، واتمنى يا رب ان هي تكون كانت محاضره لطيفه وخفيفه. المحاضره الجايه ان شاء الله باذن الله الاسبوع الجاي هنتكلم عن الاي كيو 2 والاي كيو 3 والاي كيو 4. يمكن ما نتكلمش عن الاي كيو 2، يمكن نتكلم على الاي كيو 3 والاي كيو 4 على طول. هقول لكم ايه الجديد وهقول لكم ازاي بتتعامل معاه، واتمنى ان انتوا تكونوا تحاولوا تخشوا من خلال الكمبيوتر، عشان ان شاء الله باذن الله نخش على الويب سايت معاكم ونعمل ريجستريشن ونخش على السوفت وير نفسه ونشوف ازاي بنقدر نتحكم فيه وازاي بنقدر نشغله بكل سهوله. دمتم بصحه وسلام، وبتمنى لكم التوفيق يا رب ان شاء الله. ولو حد عايز اي حاجه عارفين طبعا الايميل بتاعي والموبايل نمبر، و اذكرونا بالخير يا شباب. يعطيكم العافيه وكل سنه وانتم طيب. السلام عليكم.